عافية دكتورة إن شاء الله. هاي فايف. ها كلش قديمة، يلا هاي فايف عيب قدام الناس. اوه ملح، اوه ملح. حبيت اسوي فيديو اشرح بيه من وجهة نظري ليش الشباب العرب غلطانين بحق خواتهم كلش هواية. الاخ لازم يسيطر على اخته، الاخت عندها حقوق اقل من اخوها، الاخ بامكانه يكتشف الحياة والكرة الارضية براحته بس الاخت لا، او الاخت تقدر تعيش حياتها بس ورا ما تتزوج. شلون تريد انه اختك تفتهم الحياة صح وتتخذ القرارات الصح اذا ما عندها اي خبرة او اي تجارب بالحياة؟ ارجع لي ورا، هدي اعصابك وشوية افتح لي الجمجمة. من بلشت على اليوتيوب بلشت بشخصيتي الحقيقية، يعني كل الاشياء المؤمن بيها بالحقيقة تشوفوها بالفيديوهات. ومن الاشياء اللي انا مؤمن بيها انه ماكو فرق بين الرجل والمرأة. انا واختي ساندرا ماكو اي فرق بيننا، حتى لو هي 10 سنين اصغر من عندي وهي بنيه وانا ولد ماكو اي فرق. نطب ونطلع سوا، نسوي اكتيفيتي سوا، نتشاقى، نتناقش 24 ساعه سوا على الواتساب وعلى الانستغرام، واحد ينصح الثاني، والاهم من هيك نحب بعض كلش هوايه. لولو اهم شيء انت زين، واهم شيء تونست، وهابي بيرثدي فتت لوحك، وكلنا نحبك، وتحياتي الخاصه واحبك يعني. ورا ما ساندرا بدأت تطلع الفيديوهات بديت اقرا تعليقات الناس انه انت شنو طلع اختك، مو عيب، ما تستحي، شنو ده تروج لاختك. والتعليقات وصلت مراحل عيب احكي بيها. شايف الاحساس من الاكل يطب بالمعده؟ لا لا. وردت فعلي على كل هاي التعليقات كانت ممكن إذا أحد يقنعني ليش سويت شيء غلط ممكن أغيره، بس إذا بس انتقاد بدون أي بناء بدون أي خلفية خلي رأيك إلك حبيبي. فبدل ما أسمع رأي الناس وأخفي ساندرا على السوشيال ميديا بديت أطلعها بكل فيديو. مسرورين جدا متابعة. شوف القلب، تعال بوس الكاميرا. ها على wake up feeling blessed up, pissing on that dress up. You look so good. عشتي الصندورة وإن شاء الله يوم الأيام نشوفك في مكان يعني إن شاء الله. بهاي الفترة ساندرا اكتشفت موهبة الغناء، وما تعرفون شقد صعب اليوم إنه واحد يلقى الشغف مالته والموهبة مالته، فمن يلقاها هذا كنز، لازم الناس اللي حواليه كلهم يساهمون على مود يوصلوا للمكان اللي هم يبون يوصلوا له. اكو ناس تعيش وتموت وما لاقيه الشغف مالتها، فمن الطبيعي انه اساهم بنجاح ساندرا بمشوار الفن. هسه راح نحل الريهرسلز. اقبل كل الضيوف الجايين من سناب شات ومن انستغرام ومن اليوتيوب، شكرا ونحبكم من السنجلكم. غني كوفر مال بيونسي اللي هي اغنيه هالو، وطالعين نصور كليب صغير ماخذيكم ويانا. استعمل هاي الكاميرا الثانيه على مود اللقطات الفنيه. طلع طلع شعرايه. خلصنا. وي ديد ات. بعد تسجيل. تسجيل. هسه من يصفط الغرفه؟ ساندرا المطربه. وطول هاي السنين شفت الايفولوشن مال ساندرا، انتقلت من ستايل لستايل، صوتها تدرج من الأغاني الكلاسيك الإنجليزية إلى الفرنسي إلى العربي، هي خلقت عالمها الخاص. ليش؟ لأن ما حد قالها لا. قد دعمناها، قد ساعدناها، بس صار سنين ساندرا سولو، قليل نسمع عن شنو تسوي، وفجأة نسمع انه منزلة اغنية مثل ما انتم تسمعوها احنا نسمعها. وانا مرتاح انه ما جاي اسمع اخبارها لان اعرف انه الفاونديشن الاساس مال الكارير مالتها احنا كنا موجودين وانا كنت وياها، فاعرف هي وين ماشية، فبالي مرتاح. اليوم ساندرا دعتنا الى حدث يفرحني،
يخليني أشعر إنه استثماري كان صح واستثمار وقتها بحياتها هم كان صح. اليوم نخلة دبي The Point داعين ساندرا إنه تسوي شو كبير أمام آلاف من الناس بالنخلة على مود يطلقون كولابوريشن بين ساندرا والنخلة لمدة سنة. أغنية ساندرا اللي اسمها باي باي راح تتشغل على النافورة مال البالم، وهذا إنجاز رهيب أنا جدا فخور به. ليش؟ لأن بي أختي وبي دبي وبي سوشيال ميديا، ثلاث أشياء أموت عليها. ها كيولي جاهزة تشوفين حفلة عمة؟ خوش عمة عندك ها؟ يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. وفقرة نجي على الأهل ما يندلون، هاش طالعين لوز. كل ما ساندرا تغني الإحساس إنه هي متخرجة وجاي الروح ونفرح لها بالتخرج مالتها، بس هي من تخلص الحفلة ما متخرجة. كيكي شلونك يولتي بيبية كايلي حبيبي أحبكم. وصلنا لذا بوينت. ها كيولي راح تشجع عمته اول مره كاي راح تحضر حفله لعمتها ساندرا. بس مامي هاي الطاوله اللي هسه عليها احنا الطاوله مال عائله ساندرا واصدقاء ساندرا. اتصور هذا اكبر ستيج هذا راح تغني عليه واللوكيشن واو. احنا بالنخلة يو على اتلانتس منطقة The Point. مبادرة حلوة من The Point. The one, the only, the incredible Sandra Sahib. Make some noise. All my singles for the very first time from beginning of my career all the way to the not end yet but all the way to what I have so far, so I hope you guys like it. You ready? Amazing. And it's called Infinity. Let's put our minds away, fight it all with love. Baby, let's just make up and put our trust above. Sandra, أقوى شيء on stage إذا شاكيها live. تعرفون إنه هي أقوى live في الألبومات والسنجلات. تشي حضور ثقة بالنفس energy vibes. The next track that I'm going to be presenting to you guys is called Ya Hayati. Some may know it. It was actually my very first track where I combined Arabic with English together, and I'm so happy to be singing it for you guys. Welcome to the stage, the dancers as well. Woo! One more time, come on. Hey, 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 hey.
كانت رهيبة، صوت وحضور وأغاني والذوق بالموسيقى والأجواء كلها حواليها كان فتشي يسحر. وساندرا عندها ستايلها الخاص، فما حد يقدر يجي يقول لك أنا ساهمت بنجاح ساندرا. لا، نجاح ساندرا هي تملكة بحدها، كانت أكو بيبان هي فتحتها، احنا مجرد كنا مقافلين البيبان، بس هي فتحتها نفسها. ولو انا مساعدها او لا كان همين نجحت، بس لنفترض انه انا ما مساعدها وكنت اخ مسيطر على اختي وممطيها حريتها وعقليتي قديمة ومتعصب، هل تتصورون انه اختي ساندرا اليوم تعزمني على الحفل مالتها؟ انت تدري انه اكو كفاية هيترز بالعالم اليوم؟ هذول الناس اللي من يشوفوك ناجح يردون يوقعوك، وهم أقرب الناس إلك. فهل أنت تريد تكون لأختك هيتر إضافي، أو هل تريد تكون الشخص اللي ينعزم بنجاحاتها؟ طبعاً راح صوتها. ترى من التاريخ لليوم مو سهل انك تكون بنت، وهذا الشيء ممكن عمرك ما راح تفتهمه، بس اذا تعطي لاي بنت حب وثقه، البنت تترس لك حياتك الوان. ساندرا انت مبدعه، انت مكانك مو هنا، انت تدري وين مكانك؟ مكانك بالغرفه نطبق على الشباب. هذا البلوج راح ينتهي.